في السجون اعتصام في السجون حتى نرى حقوقنا. لا عنا احنا في اليوم الخامس من الخطوه التصعيديه اللي اتخذناها في حراكنا بالاتحاد الوطني طلبه موريتانيا، الحراك اللي يحمل خطوه اللي يحمل جمله من المطالب الاكاديميه والخدميه من ضمنها تعميم منحه لجميع الطلاب، وايضا صار المساعده الاجتماعيه المعطله منذ سنوات، وفتح السكن الجامعي بطاقه الاستيعابيه الكامله، وفتح المكتبه الجامعيه اللي تنتهي تشيلها منذ سنوات، ايضا فتح ماستر جميع التخصصات، جمله من المطالب حمله لعل ندخل هذا الحراك ولعل مطلع هذا الاسبوع ندخله في هذه الخطوه التصعيديه. للاسف الشديد وزاره التعليم العالي قابلتنا بهذا القمع الهمجي، الوزاره فاشله تماما عن تلبيه هذه المطالب وتجاوب هذه المطالب بالقمع الطلاب وبهذه السياسه الامنيه وبهذه السياسه القمعيه. جينا هون ياك نقولوا لعلنا نحن جايين هون لتوفير وتحقيق الطلاب، تحقيق مطالب الطلاب، وواقفين فيها وماضيين فيها، وقابلتنا الدوله بهذا القمع الهمجي اللي ما هو صالح ولا هو يلا. نحن كطلاب ما يلا يدخلنا في الحرم الجامعي بتطوشات وبيانات اللي بالك تاريخهم في مواد مسرطنه،